فعاليات مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة. بعد إغلاق دام 10 أشهر، محمية أشجار القرم في كلبا تعيد توازنها الطبيعي والحيوي مع ظهور كائنات نادرة فيها. على الرغم من تراجع أسعار الذهب في أسواق الدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن نسبة المبيعات لم ترق لتأملات التجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاء جديد يجمعنا بكم في هذا الموعد الإخباري لنأخذكم في جولة مع الأخبار المحلية، فمرحبا بكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة مساء أمس الخميس، شهد انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل بقصر الثقافة، والذي تنظمه جمعية المسرحيين بالدولة بمشاركة 6 فرق مسرحية تتنافس على جوائز المهرجان، والذي يستمر حتى 26 ديسمبر الجاري. مسيرة عمرها 8 سنوات لخصها هذا الفيلم الوثائقي الذي عرض خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، والذي شهده سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مشيدا بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه الحركة المسرحية بالدولة وخاصة مسرح الطفل، والذي يلقى اهتماما متزايدا ودعما متواصلا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ضوء مكرمة سموه بمضاعفة الميزانية المخصصة للمهرجان. وتخلل حفل الافتتاح كلمة لسعادة إسماعيل عبد الله رئيس جمعية المسرحيين ورئيس المهرجان. ولأن مسرح الطفل كان على الدوام الساحة التي يتبارى فيها المسرحيون، وهم يستعرضون أفضل إمكانياتهم في تقديم عروض مسرحية متميزة، فقد حرصنا في جمعية المسرحيين على أن تكون المشاركات مرآة تعكس المستوى الذي وصل إليه مسرح الطفل في غاليتنا الإمارات. خلال الحفل أيضا أعلن عن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم شخصيات مسرحية بارزة في الإمارات والوطن العربي، من بينها أحمد الجسمي رئيس اللجنة، وكل من محمد ياسين وسميرة أحمد وأمل عرفة من سوريا ومحمد سعيد سلطي أعضاء. كما أعلن عن لجنة تحكيم مكونة من الأطفال تمنح جائزة لأفضل عرض مسرحي. بعدها قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، يرافقه سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وسعادة إسماعيل عبد الله رئيس المهرجان، قام بتكريم الشخصية المسرحية العربية الفنان البحريني القدير محمد ياسين الشهير باسم بابا ياسين لما قدمه من عطاء وإبداع لمسرح الطفل في البحرين وفي الخليج العربي. كما كرم سموه الشخصية المسرحية المحلية الفنان القدير مرعي الحليان تقديرا للمنجز الذي قدمه للمسرح الإماراتي على وجه العموم ومسرح الطفل على وجه الخصوص. لتنطلق بعدها أول عروض المهرجان مسرحية جزيرة المشاعر التي قدمتها فرقة مسرح زايد للطفولة من تأليف الفنان فضل التميمي وإخراج الفنان مبارك ماشي. وسيكون جمهور المسرح على موعد يومي في تمام الساعة 7:30 مساء مع عرض مسرحي جديد يقدمه نخبة من نجوم المسرح الإماراتي على مسرح قصر الثقافة في الشارقة حتى 26 ديسمبر الجاري. لأخبار الدار منى الرئيسي.
الفنانان القديران محمد ياسين ومرعي الحليان اللذان تم تكريمهما في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بدورته الحالية، ترك بصمة كبيرة وواضحة في عالم الفن والمسرح الخليجي والمحلي، فحياتهم المهنية كانت مليئة بالأعمال التلفزيونية والمسرحية التي بقيت في الذاكرة. في التقرير التالي نتعرف عن قرب على هاتين الشخصيتين وأثرهما الفني. في كل دورة من دورات مهرجان الإمارات لمسرح الطفل يتم تكريم اثنين من أبرز من خدم المسرح بناء على معطيات تتم دراستها من قبل لجنة التحكيم. وفي الدورة الحالية الثامنة للمهرجان تم تكريم كل من الفنان البحريني محمد ياسين والفنان الإماراتي مرعي الحليان. الفنان محمد ياسين المعروف بأبو المسرح هو من مدينة الحد البحرينية، تخرج وعمل بالتدريس ثم جاء لأبو ظبي وبدأ مسيرته في التمثيل، فمن أشهر أعماله التي شارك فيها برنامج افتح يا سمسم ومدينة المعلومات، فيما أعد وقدم عددا من البرامج التلفزيونية والإذاعية كخروفة ونادي الأطفال وعيال الحلوين وروضة الجميلة ومطبخ الصغار. أما المسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها المسلسل الشهير شحفان وأمثالنا الشعبية واللي ما لأول ونيران وقيود الزمن وظل الياسمين. أعماله المسرحية الشهيرة أبناء الوطن وأبو الأطماع. الفنان محمد ياسين عرف لفترة طويلة ببابا ياسين. الشخصية الأخرى المكرمة في مهرجان مسرح الإمارات للطفل هي الفنان مرعي الحليان الذي يشغل حاليا منصب مدير فرقة المسرح الحديث بالشارقة، وهو عضو في جمعية المسرحيين بالإمارات وكذلك في جمعية الصحفيين، فهو باحث وصحفي ومخرج ومؤلف وممثل في المسرح والإذاعة والتلفزيون. من أشهر أعماله بنت عيسى وباب البراحة والتراب الأحمر، بمفتاح في المجلس الوطني، أنا وزوجتي وأوباما، المواطن عنتر وعنتر وعبلة وقوم عنتر، لذا عرف بعنتر المسرح الإماراتي. مرعي الحليان على الصعيد الخاص عرف بكرمه من خلال مجلسه العامر، فهو كريم بضيافته وكريم بعطائه من خلال أعماله المميزة، لذا عرف بأنه أستاذ الإنسانية ورئيس القلوب. لأخبار الدار سعيد بوغازين. وللتعرف على جديد مهرجان الإمارات لمسرح الطفل لهذا العام ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حبيب غلوم مدير مهرجان الإمارات لمسرح الطفل. حياك الله معنا دكتور. يا حياكم الله وشكرا على اهتمامكم. بداية دكتور، ما الذي يميز المهرجان في دورته الثامنة عن الدورات السابقة؟ طال عمرك احنا ولله الحمد يعني اهتمام خاص ودعم خاص من لدن سيدي صاحب السمو الله يحفظه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارجة لهذا المهرجان تحديدا وللطفل الإماراتي والعربي بشكل عام، احنا بخير. احنا كل سنة عن سنة نحاول قدر المستطاع ان احنا نتجاوز ونتعلم من السلبيات اللي احنا طبعا تطلع من هني وهناك، وبالتالي نحاول ان احنا نكمل مهرجاننا بما فيه طبعا مصلحة الطفل في المقام الاول. احنا اليوم ثقة الجمهور الكريم هذا اهم ما يميز مهرجاننا، وايضا ولله الحمد تكرم علينا السنة هذه سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة بمضاعفة الدعم في الدورة الثامنة، واحنا طبعا نشكره كلجنة عليا لهذا المهرجان. نعم، ما هي طبيعة الرسائل التي تقدمها المسرحيات التي تعرض ضمن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل؟ احنا التربية طال عمرك اهم شيء، احنا لازم يعني يكون العمل مكتوب بتعقل شديد جدا. يعني على سبيل المثال اللي حصل السنة انه تقريبا كان في عمل كثير يعني نال استحسان لجنة المشاهدة، لكن لأن كانت هناك بعض الهنات بالنسبة للرسائل الموجودة ضمن نص هذا العمل، طبعا احنا استبعدنا هذا العمل لأن مثل ما قلت لك نحن
ويا الهدف التربوي في المقام الأول. يعني التربية بالنسبة لنا مهمة، المسج اللي يوصل للأسرة الإماراتية والعربية بالذات من يقيمون على أرض الإمارات، هذه بالنسبة لنا نحن أهم شغلة نعتمد عليها في طبعا في مهرجان الطفل، بالإضافة طبعا إلى الرؤية الإخراجية والأشياء الجمالية الأخرى. نعم دكتور، هل من خطط لتوسيع دائرة المهرجان من المستوى المحلي إلى المستوى الخليجي أو العربي؟ هو طبعا يعني أنا يعني هذا مهرجان محلي، إذا كان هناك من تطوير أنا أتصور لازم يكون هناك مهرجان آخر لمسرح الطفل. نعم. العربي آخر. نعم. طبعا مهرجان آخر، لأن هذا المهرجان يجب أن نحافظ على خصوصيته. المجال المفتوح اليوم للفرق المسرحية في هذا المهرجان يعني مساحة كبيرة وما نبغي نخسرها. اهتمام الفرق المسرحية بالنسبة لنا احنا مهم، أن احنا يعني نساعد الفرق المسرحية بأن هي تهتم ب يعني مجال الطفل. لكن إذا كان هناك يعني إذا كانت هناك من فرصة لتطوير هذا المهرجان، فأنا أتصور أن يكون هناك مهرجان كل سنتين على الأقل للطفل، وبالتالي يعني تصبح الدائرة مكتملة بالنسبة لنا، أن يكون مهرجان محلي ومهرجان آخر يعني مضاف كل سنتين للطفل العربي. نتمنى ذلك. دكتور حبيب غلوم مدير مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا لك على هذه الإفادة القيمة. مشكورين. وننتقل إلى إمارة الفجيرة، حيث شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل العرس الجماعي 13 الذي تنظمه مؤسسة صندوق الزواج 52 شابا مواطنا. وخلال كلمة ألقاها في الحفل أشاد سعادة عبيد راشد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بجهود صندوق الزواج الذي كان له الدور الأكبر في المساهمة بنشر وتثقيف الشباب والشابات بأهمية الأعراس الجماعية من خلال توفير كافة التسهيلات لهذه الأعراس، وذلك بإشراك القطاع العام والخاص ورجال الأعمال في هذا المشروع الوطني الاجتماعي. وفي ختام الحفل كرم سمو ولي عهد الفجيرة الجهات الداعمة للعرس الجماعي، فيما قدمت اللجنة المنظمة للعرس هدية تذكارية لسموه. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قامت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في شهر مارس الماضي بإغلاق محمية أشجار القرم في كلباء بهدف زيادة التنوع البيئي في المحمية وحمايتها من الممارسات السلبية. ونتيجة هذا الإغلاق استطاعت المحمية أن تستعيد توازنها الطبيعي والحيوي. عاش الزعابي زارة المحمية ونقلت لنا أهم التحولات فيها. 10 أشهر أغلقت فيها محمية أشجار القرم بكلبا، 10 أشهر لم تمسسها أي يد مخربة، فكانت هذه الأشهر بساعاتها وأيامها وأسابيعها فرصة للكائنات الحية بأن تنمو وتتكاثر من جديد من دون أي مؤثر يؤثر على دورة حياتها. فعادت الحياة للمحمية ونبتت الأشجار والأزهار فيها كهذه النبتة والتي تسمى بالرمث. مثل ما احنا ملاحظين يعني أشجار القرم بدأت تنمو، في أشجار قرم جديدة الحمد لله في الموسم الماضي، وأيضا أعداد كثيرة من الطيور وأعداد كثيرة من النباتات بدأت أيضا أشجار أو نباتات الرمث تزهر في هذا الموسم، والحمد لله يعني تطور هائل، وهذا يشجعنا الحمد لله لتأهيلها بصورة سريعة جدا وبالتالي افتتاحها للجمهور في أقرب وقت. وعاد الطير إلى عشه، فقد لوحظ رجوع أهم 3 طيور وهم الرفراف المطوق وطائر البلشوق الهندي وطائر هازجة أم الحذاء، جميعها طيور تواجه خطر الانقراض. عندنا عدة أنواع من الطيور، من أهمها طائر الفلامينغو، شفنا بأعداد كبيرة جدا تتراوح من 15 إلى 20، وها شيء يعني ما حدث عندنا من أكثر من 15 سنة. أيضا طيور مالك الحزين أعداد أيضا تمت في أسراب، بالإضافة إلى النوارس وطيور عندنا بعد في نوع من النسور الموجودة واستوطنت هذه المنطقة.
أما السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض التي لم يسجل لها وجود سابقا على طول الساحل الشرقي إلا في محمية القرم، فجعلت من مياه القرم مسبحا يوميا لها فتغوص في أعماقه لتتغذى. والأسماك بجميع أنواعها من قشريات ورخويات مثل الروبيان وسرطان البحر هي الأخرى ازدادت وبكثرة. أما آثار الأقدام هذه فكانت للثعالب، كما لاحظ المراقبون والخبراء من هيئة البيئة والمحمية الطبيعية بالشارقة ظهور زواحف نادرة مثل السحلية ذات الأصابع الطويلة والكائنات البرمائية. إن التنوع البيئي التي تحظى به محمية القرم الطبيعية بمدينة كلباء جعلها تتميز بكنوزها وثرواتها الطبيعية من الكائنات البرية والبحرية، مما جعل الهيئات البيئية تتكاثف وتجتهد من أجل هذا التوازن البيئي ومن أجل أن تخلق بيئة نظيفة ومستدامة. لأخبار الدار عايشة الزعابي، مدينة كلباء. متابعينا الكرام، نشرتكم المحلية ما زالت مستمرة، ولكن نتوقف للحظات عند هذا الفاصل وتتابعون بعده. بيوت العزاب في بعض الأحياء السكنية برأس الخيمة تؤرق الأهالي وتثير قلقهم واستياءهم. على الرغم من تراجع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن نسبة المبيعات لم ترق لتأملات التجار وسط ارتفاع في العرض وقلة في الطلب. مراسلنا حسام سليم قام بجولة في أسواق الذهب وجاء لكم بهذا التقرير. مع قرب انتهاء سنة 2012 شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا، وبالمثل كان هذا التراجع ملحوظا أيضا في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 197 درهما، أي بانخفاضات تراوحت بين 4 و6 دراهم مقارنة بمتوسط سعر الجرام خلال الأسبوعين الماضيين. إلا أن هذا الانخفاض السعري جاء مخالفا للقاعدة العامة، وهي أن انخفاض الأسعار يقابله زيادة في حركة الشراء. صار الناس يبيعون أكثر من يشترون، معنى الذهب يومتين هذا يعتبر نازل شوي، المفروض يصير العكس، المفروض الآن يكون نسبة الشراء أكثر من البيعات، بس إن الأيام هذه الناس متخوفة الناس يكون الذهب على نزول شوي، بس أكثر من المتوقعين الناس يكون سعر الذهب للسنة 2013 يكون على ارتفاع أكثر من السنة 2012. تخوف الزبون من الشراء والتوجه للبيع أمر يراه تجار الذهب غير مبرر، خاصة وأنه يجب أن يحدث العكس، كون أن التوقعات تشير لحدوث ارتفاعات في أسعار الذهب العالمية بعد عزوف كثير من المستثمرين في الأسبوع قبل الأخير من العام على شراء الذهب، وانتظار توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق لتفادي كارثة مالية جديدة. فهالأمور هي كلياتها بتؤدي لأنه يعني يصير شوية حركة بهالكم يوم هدول، خصوصا أنه أعياد رأس السنة جاي، فممكن يكون في حركة سياح كمان تؤدي لشراء الذهب، خصوصا أن الذهب نازل. اقتراب موسم أعياد رأس السنة الميلادية والتدفق السياحي الذي تشهده الدولة في هذه الأيام يبدو أنه الفرصة الأخيرة لإنعاش المبيعات في أسواق الذهب المحلية التي كان عامها بشكل عام أفضل من العام الماضي. انخفاض في سعر المعدن الأصفر وتحرك في المبيعات بنسب قليلة ومخاوف من الشراء وسط أمنيات من تجار الذهب بزيادة نسب المبيعات، هكذا هي حركة أسواق الذهب المحلية قبل أيام قليلة من انتهاء العام الجاري. لأخبار الدار حسام سليم من داخل السوق المركزي الشارقة. وفي قضية أخبار الدار لهذا المساء، يشتكي سكان مناطق الجولان والمعمورة والمعريض في إمارة رأس الخيمة من وجود مجموعة من بيوت العزاب التي تسكنها العمالة وسط أحيائهم، مما يثير قلقهم على أبنائهم ويزرع فيهم المخاوف مما قد تسببه هذه العمالة من فوضى. محمد سليمان والتفاصيل. سكن العزاب قضية سلبت الراحة من الأهالي فأثارت بينهم الخوف والقلق، فإن الهاجس الأكبر لرب كل أسرة يعيش في تلك المناطق التي يختلط فيها العزب مع العائلة أن يعود إلى منزله ويرى أسرته سالمة غانمة، حيث هذه العمالة تقف جماعات متفرقة بين بيوتهم
وعيونهم تتلصلص باحمرار. انتم ما جيتوا لهالمكان الا طبعا من بعد كلام كثير وشكاوي من الأسر المقيمة حوالي هذه يعني المناطق التي فعلا تعاني يعني من وجود سكن العزاب. مثل ما تشوفون يعني مضطرين احنا نروح الدوامات وكذا وما ناخذ راحتنا يعني والبال مشغول يعني، فنتمنى ان يحلون لنا هالأزمة. هذه ليست كل المعاناة فحسب، فهناك مشكلات أخرى تطفو على السطح، هي تجوال العزاب في الإجازات بإزار مما يخدش حياء العوائل، بالإضافة إلى تجمعهم للعب الورقة والكركت ورياضات أخرى في الشوارع وأمام مطاعمهم التي تنتشر بين الأحياء السكنية. البعض ألقى اللوم على مكاتب العقارات لتأجيرها بعض المنازل للعزاب من دون رقيب أو حسيب، والبعض الآخر تكلم عن طمع بعض أصحاب المنازل الذين يسعون للربح المضاعف من وراء تأجيرهم لهم، خاصة أن بيوتهم متهالكة لا تصلح للعيش الآدمي ولا للعائلات. طبعا إذا كان البيت من يتكون من 5 غرف 4 غرف اللي يسوونه طبعا انهم يأجرونها للآسيويين بمبلغ زهيد جدا. طبعا نحن نطالب الجهات المعنية في النظر ووضع طبعا هذه العمالة في أماكن خاصة بعيدة عن السكن العوائل. أتمنى من مكتب العقارات يكون حد يراقب عليهم على الأقل، نفس ما وجدنا حل منطقة الجزيرة الحمراء. أتمنى من الجهات المختصة أن تسوي لنا حل بالنسبة للسكن العزاب الموجود مثل ما تشوفون منه حتى يمين ويسار حتى وراء بيوتنا يعني. فرض عقوبات ورقابة وإيجاد مناطق خاصة بهم حلول جذرية قد تنهي هذه المشكلة، كالتي وجدت ضالتها بالجزيرة الحمراء التي عزل فيها مساكن العمال عن المساكن العائلية. اختلاط سكن العزاب مع العائلات قضية تنتظر الحسم دون استثناء، إلا أن شكاوى الأهالي باتت حبيسة طاولة النقاش. لنشرة أخبار الدار، محمد سليمان، رأس الخيمة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس محمد صقر الأصم، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة. أهلا بك سعادة المهندس. مرحبا بكم وسهلا والله بخير. سهلا. بداية، كما شاهدنا في التقرير وجود عدد من منازل العزاب في بعض الأحياء السكنية العائلية في إمارة رأس الخيمة، ما هو تعليقكم على ذلك؟ أوكي أختي الكريمة، هذه الظاهرة طبعا هي ليست بجديدة، تعرفين يعني الصاير أن أولا وجود العمالة في الدولة وفي إمارة رأس الخيمة وغيرها من الإمارات هي ظاهرة جت مع تعرف الحركة الاقتصادية في الإمارات وخاصة في مجال العمران، ما تطلب وجود طبعا أعداد من العمالة لخدمة التنمية ولقرض التعمير. هذا جانب. الجانب الثاني، موازنة مع هذه الأعداد اللي جت من العمالة لم تواكبها في نفس الوقت وجود خلنا نسميها مدن خاصة بالعمالة اللي هي العزاب خاصة يعني موجودة في كل الإمارات. لذلك يعني هذا جانب. جانب الآخر أن هناك بعض المباني هجرها الأهالي نتيجة لانتقالهم إلى مناطق جديدة وظلت هذه المباني شاقرة، وبالتالي استغضبت هالنوع من العمالة اللي سكن فيها. نعم. وهذه موجودة عندنا في مختلف المدن، حتى في رأس الخيمة القديمة، في الجزيرة الحمراء القديمة، في الرمش القديمة، في المعيل القديمة، وانت ماشي. اللي صار طبعا في هذا الموضوع ان احنا مثل ما خبرتش يعني في بعض المناطق نسبيا بعيده عن سكن المواطنين او قد يفصلها احيانا شوارع او شيء من هالكلام، لكن نحن نتعامل مع الظاهره هذه كدائره بلدي من جانبنا نحن، بان اذا جتنا شكوى من احد الاخوه المواطنين بوجود سكن للعزاب يعني مسبب نوع من الضرر لهؤلاء العوائل، نحن نتحرك طبعا كبلديه ونستدعي صاحب العقار ويعني نلزمه باخلاء هذا العقار تفاديا لوجود هذا العزاب في هذه المنطقه. إذا تجاوب مع البلدية طبعا هذا الإجراء يمشي، وأحيانا طبعا يطلب صاحب العقار وجود مهلة على اعتبار أن هناك عقد مبرم مع شركة أو شيء من القبيل، بعد هذا ينظر فيه. لكن إذا تمادى ورفض طبعا هناك نحن نتصل بجهات أخرى معنية مثل إخواننا في الشرطة والمحاكم والنيابة، لأن هذه جهات معنية عندها السلطة على إخراج خلنا نسميها الناس من منازلهم. هذا الوضع يعني، والحمد لله يعني بكثير من القضايا اللي جتنا شكاوى فيها استطعنا ان نحلها مع اصحاب العقار واخراج الناس هذين من اماكنهم.
نعم. سعادة المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الله يبارك فيك. ونحن نؤكد مرة أخرى، ألو، يعطيكم العافية، شكرا لك أستاذي. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا لختام نشرة أخبار الدار، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين. وليوعهد الشارقة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة. بعد إغلاق دام 10 أشهر، محمية أشجار القرم في كلباء تعيد توازنها الطبيعي والحيوي مع ظهور كائنات نادرة فيها. على الرغم من تراجع أسعار الذهب في أسواق الدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن نسبة المبيعات لم ترقى لتأملات التجار.